بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس اليوم في مكون النشاط العلمي حول مظاهر الحياة عند الحيوانات للمستوى الثاني ابتدائي. أولا، قبل بداية هذا الدرس نقوم بتذكير حول الأعضاء المكيفة على التنقل في الماء التي تستعملها الحيوانات المائية. نعم، سنحاول تذكر الحصة السابقة والتحدث عن الأعضاء المكيفة على التنقل في الماء والتي تساعد الحيوانات المائية على التنقل في الماء. نعم، هناك الزعانف والذنب عند الأسماك. نعم، هناك الزعانف والذنب عند الأسماك. هذه العناصر تساعد الأسماك على التنقل في الماء. كذلك هناك القوائم الراحية عند البط وعند الضفدعة. نعم، هذه القوائم الراحية هي التي تساعد على التنقل في الماء. وأخيرا هناك الأطراف الأمامية المجذافية عند السلحفاة تساعدها على التنقل في الماء. سنناقش العنصر الأول، كيف تتنقل الحيوانات في الهواء؟ نعم، سنحاول الإجابة عن هذا السؤال، كيف تتنقل الحيوانات في الهواء؟ أولا، سنحدد أهداف هذه الحصة، وهي اكتشاف أعضاء التنقل في الهواء عند الحيوانات التي تطير، والتمييز ما بين أعضاء التنقل في الهواء. لنبدأ بالملاحظة والإجابة عن السؤال. لنلاحظ الصورة الأولى، نلاحظ حيوانا يتنقل في الهواء باستعمال مجموعة من العناصر. السؤال المطروح، ما هي الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران؟ نعم، سنحاول الإجابة عن هذا السؤال، سنلاحظ جيدا ما هي الأعضاء التي يستعملها هذا الحيوان من أجل الطيران، أو ما هي الأعضاء التي تمكنه من الطيران. نعم، ننتظر الجواب. لنلاحظ الصورة الثانية ونحاول الإجابة على نفس السؤال، ما هي الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران؟ نعم، نلاحظ أنه يطير في الهواء. سنحدد من خلال الملاحظة الأعضاء التي تمكنه من الطيران. مهلة للتفكير، 1 2 3 4 5. أظن أنكم توصلتم إلى الجواب الصحيح. إذن هل حددتم الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران؟ نعم، الجواب نعم، الأجنحة. نعم، تتوفر الحيوانات الطائرة على أجنحة تمكنها من الطيران. إذن الأجنحة هي الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران. بعدما حددنا الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران، يطرح السؤال، أجنحة هذا الصقر مكسوة بماذا؟ نعم، نلاحظ جيدا، أجنحة هذا الصقر مكسوة بماذا؟ أنتظر الجواب، سأمنحكم مهلة للتفكير، 1 2 3 4 5. نعم، الجواب هو نعم، جناح الصقر مكسو بالريش. لنعيد، جناح الصقر مكسو بالريش. أعيدوا جميعا، جناح الصقر مكسو
بالريش. لنعيد الجواب، جناح الصقر مكسور بالريش. نعم. لنمر إلى ملاحظة الصورة الثانية، ويطرح نفس السؤال. نلاحظ أن الخفاش يستعمل جناحيه للطيران. السؤال، أجنحة الخفاش مكسوة بماذا؟ لنلاحظ جيدا، أجنحة الخفاش مكسوة بماذا؟ هل هي مكسوة بالريش مثل الصقر أم مختلفة؟ نعم، إذن لاحظ جيدا، أجنحة الخفاش مكسوة، مهلة للتفكير. 1 2 3 4 5. الجواب نعم، جناح الخفاش مكسو بغشاء جلدي. لاحظ جيدا، جناح الخفاش مكسو بغشاء جلدي وغير مكسو بالريش كالصقر. نعم، إذن نمر إلى الخلاصة، من خلالها نقوم بتجميع الملخصات. تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. أعيد، تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. الخلاصة الثانية، تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. أعيد، تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. الآن سنقرأ جميعا، تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. حاولوا أن تقرأوا معي، تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. أعيد، تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. حاولوا أن تعيدوا الخلاصة، تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. ننتقل الآن إلى العنصر الثاني. العنصر الثاني، أضع خطة وأصنع مجسم جناح طائر. نعم، سنحاول صناعة مجسم لجناح طائر. أصنع مجسم جناح طائر هو هدف هذه الحصة. إذن على الشكل التالي، نعم، هذا النموذج يجب أن نحصل عليه في نهاية الحصة أو في نهاية المشروع. نعم، سنحاول الحصول على نموذج لهذا الجناح. لإنجاز مشروعي أحتاج أولا إلى ورق مقوى. نعم، إلى ورق مقوى، وإلى خيط متوسط السمك. نعم، لربط الأجزاء. أقلام ملونة لتلوين الأجزاء، ومقص من أجل قص هذه الأجزاء. أيضا أحتاج إلى رشم لأجزاء الجناح. نعم، هذا رشم لأجزاء الجناح.
أولا أرسم خطوط القص على الورق المقوى. هذا النموذج سأحاول أن أرسم هذه الخطوط على الورق المقوى. هذه الخطوط لأكون هذه الأجزاء. أولا سأقوم بعملية الرسم. ثانيا سأقص كل جزء على حدة. عندما أنتهي من عملية الرسم أمر إلى قص كل جزء على حدة كما في المثال. سأقص كل جزء على حدة. ثم في المرحلة الثالثة سأقوم بتلوين كل جزء بلون من اختياري ووضع علامات موضع الثقوب كما في المثال. لاحظتم ستقوم بتلوين كل جزء بلون من اختيارك، ثم ستضع علامات للثقوب أو علامات لموضع الثقوب. بعد النهاية من التلوين ووضع العلامات ننتقل إلى القيام بإنجاز الثقوب التي سيمر منها الخيط كما في المثال. هذه العلامات تحولت إلى ثقوب، من هنا سيمر الخيط الذي سيربط هذه العناصر. خامسا وأخيرا أقوم بتثبيت أجزاء الجناح مع بعضها باستعمال الخيط. سأحاول تثبيت هذه الأجزاء باستعمال الخيط كما تلاحظون هنا. وبالتالي أكون قد حصلت على نموذج لجناح طائر. بعد ذلك أقوم بتمثيل مختلف الوضعيات التي تتخذها أجزاء الجناح خلال الطيران وخلال الوقوف. لاحظوا هنا الطائر أثناء الطيران، نلاحظ شكل الجناح أو وضعية الجناح، جناح ينبسط. جناح منبسط. هنا عند الوقوف ولا خلال الوقوف نلاحظ أن الجناح خلال الوقوف ليس منبسطا كما يكون خلال الطيران. سنقارن النموذج الذي حصلنا عليه وسنحاول تمثيل هذه الوضعية. لاحظ معي الجناح منبسط أثناء الطيران هناك، وهنا الجناح أثناء الوقوف يختلف عن الوضعية الطيران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.